بداياتي بالمجال كانت مجرد قاعدة شبابية بدوانية، قاعدة عادية، وواحد من الشباب قال لي: عبد العزيز ليش ما نشارك بمعرض أوتدور؟ قلت له أوكي خلينا نشارك، ليش لا، بس شنو ممكن نشارك فيه، شنو ممكن نقدم بالمعرض؟ فقال خلينا نقدم شيء مو مكرر بين الشباب، يعني بين الناس اللي قاعد يسوونه. فقال انت شنو متخصص فيه، شنو شاطر فيه؟ قلت له اوكي انا اقدر اطبخ مثلا تايلندي، ايش رايك؟ قال اوكي، شيء غير عن البرجرز والبيتزا اللي الناس قاعد يشوفونه بالسوق دائما. فقال تمام، فوقه سوينا المشروع، شاركنا بالمعرض، والحمد لله يعني لقينا اقبال كبير وفيدباك وايد حلو بوزيتيف من الناس. اعتقد الحافز الكبير اللي شجعني ادش مجال المطاعم او العمل الحر هي قناعتي النفسية بأن أنا أقدر أقدم المزيد وأقدر أقدم الكثير حق نفسي أنا ذاتي. فاتخذت الخطوة هذه وقلت خل أفتح مشروع أقدر أنا أتحدى نفسي فيه، أقدر مثلا أطور من نفسي، أقدر أطلق المهارات اللي عندي أو مثلا الإبداع اللي داخلي، الطاقة اللي فيني، أقدر أحولها إلى المشروع هذا الخاص فيني. من المميزات أن أنت مسؤول عن مشروعك الخاص هو أن خلينا نقول أنت عندك مواهب معينة، عندك إمكانيات معينة، عندك شيء تبي تقدمه وما تقدر تسويه إذا أنت كنت تشتغل في جهة خاصة أو جهة حكومية. لما تكون في مجال عملك الخاص، عملك الحر، جاب له ليل نهار، فهني تقدر أنت تسوي وتبدع اللي أنت تبيه أو تسوي اللي أنت تبيه من دون أي قيود. فأعتقد هذه هي الميزة أنك تشتغل بعمل الحر، الإبداع. الحكومة الحمد لله يعني في اعتقد بالكويت غير ما عندنا الميزة هذه لو بأي دولة ثانية بالعالم، ان الحكومة هنا والدولة تدعم الشباب كفكر، تبي الناس يتحدون ويشتغلون، تدعم مشاريع المبادرين. ودليل على هذا مثلا الصندوق، عندنا الصندوق الوطني ما هو متواجد مثل بأي دولة بالعالم هالشيء هذا، واعتقد هذا دعم كبير من ناحية الدولة حق الشباب. أعتقد اللي يميز مشاريع الكويتية عن المشاريع العالمية الثانية خاصة في الكويت أن ما شاء الله الشباب الكويتيين والبنات الكويتيين قادرين يأقلمون أو مثلا يعدون ويطورون من منتجهم أو خدماتهم اللي تناسب الذوق العام بالكويت أو تناسب الذوق الكويتي في مثلا الأكل، المطاعم. مثلا الشركات الأجنبية إذا جت الكويت ساعات تواجه مشكلة مو فاهمة عقلية الكويتيين، مثلا شنو يحبون، مثلا الذوق العام الكويت شنو يحبون. فأعتقد الأدفانتج أو الميزة اللي إحنا عندنا إياها على الشركات الأجنبية هي الشغلة هذه، أن إحنا نعرف أهلنا وربعنا شنو يحبون. أنا كشاب كويتي شلون قدرت أطور نفسي في هالمجال وليومك أتعلم كل يوم، هو طبعاً أنك تستعين بناس ذوي الخبرة. يعني أنا عندي بالنسبة لي تسأل واحد مار بتجارب سيئة أو جيدة أحسن بألف مرة من أن أنت تقرأ كتاب أو شيء نظري شلون تنجح بمشروع، لأن مهما كان الكتاب ما راح يقول لك الشغلات القرصات الواقعية والمهنية اللي غيرك مجربها. فأعتقد إيه يعني أنا بالنسبة لي أن أسأل ذوي الخبرة، أسأل الناس اللي مروا بالتجارب، ليومك أسأل ربعي اللي مثلا عندهم خبرة أحسن مني، عندهم مشاريع ناجحة بالدواوين أو حتى بيمعاتنا، أسألهم شنو سويتوا، شلون تسوون، شلون تعالجون المشكلة. والحمد لله دائما ما حد، يعني الحمد لله أنا ما واجهت ناس يبخلون على المعلومة، في ناس ساعات يبخلون على معلومات، لكن الحمد لله أغلب الناس ما يبخلون، والله يعني مسخر لي ناس كرماء بالنصايح.
الحمد لله المجتمع يعني كان داعم حق المشاريع الصغيره، حق مثلا انا ربعي واهلي كلهم قالوا اوكي افتح المشروع سوي المشروع ليش لا. بشكل عام في دعم، وللاسف هم في حسد، في غيره احيانا تصير، هذا طبيعه الانسان طبيعه البشر، والحمد لله على كل حال. نصيحتي حق اي شاب او شابه كويتيه تبي تفتح مشروع خاص فيها، تبادر بمشروع، ان لازم تدرس المشروع صح وتسوي استعداداتها صح من ناحيه دراسه الجدوى، من ناحيه دراسه السوق الى اخره، لان بالنهايه احنا كلنا يعني مو شرط نكون بزنس مان او اصحاب اعمال، مو كل الناس انخلقت انها تكون اصحاب اعمال. بالنهايه اكو ناس ممكن انت تكون ناجح في مجالات ثانيه بالحياه، فلازم انت تسأل نفسك هل انت مستعد تتخذ هالخطوه هذه، واذا انت كنت مستعد تتخذ هالخطوه هذه فادرس ادرس ادرس عدل السوق، ولان مهما كان دراستك حق السوق انت تشوفها صح، بالنهايه لازم في متغيرات انت مو حاطها في بالك، لازم في عوامل تخرب عليك او مثلا تخسرك في مشروعك مو حاسب حسابها، والله يوفق الجميع ان شاء الله.